السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهارده هنعمل مع بعض القشطه اللي بنشتريها من بره من عند اللبان، مش القشطه اللباني، القشطه اللي هي بيقولوا عليها مناديل، نفس الطعم بالظبط، واكبر كميه قشطه ان شاء الله هنطلعها من اللبن. بتنفع بقى فطار، بتنفع عشاء، بتنفع عايزه برضو تعمليها تحطيها تعمليها سمنه، بس انا هعملها بتنفعني في الفطار وفي العشاء. بتبقى جنب مربى جنب عسل، بتبقى جميلة جدا وطاقة حلوة للولاد في الشتاء. وكمان في ولاد كتير مش بترضى تشرب اللبن، بس بتاكل سندوتشات القشطة عادي. انا هنا معايا 2 كيلو لبن عادي خالص، حطاهم في صينية كده علشان يعني عشان يبقوا ايه، يعني حاجة واسعة حاجة واسعة. دول 2 كيلو، حطيت لهم ذرة ملح زي ما انتوا شفتوا. مش هعمل اي حاجة غير اني هقعد افضل اشيل في اللبن او انزله كده علشان يعمل لي الفقاعات اللي فوق دي. بفضل اعمل كده في اللبن علشان يفضل يعمل الفقاعات اللي انتوا شايفينها فوق دي. دي بقى بتبقى مسؤولة عن الشكل القشطة اللي هي بيبقى من فوق ليها طبقة زي ما تكون ناشفة شوية كده ولونها مغمق شوية، وبتبقى عاملة فيها زي الفقاعات دي، بس طبعا بتبقى يعني خشنة كده مش زي الطبقة اللي من جوه اللبن. كده بصوا اللبن خلاص قرب يغلي، انا طبعا شايفين انتوا الطبقة اللي عليه ديت. هفضل واقفة بقى عليه، طبعا اللبن ما ينفعش تسيبيه اصلا وتروحي كده ولا كده لغاية ما يترفع لفوق. لما هيترفع لفوق هطفي، طبعا مش هنسيبه يفور مش كالعادة هنسيبه يفور، اول لما هيترفع لفوق هطفي عليه. هو بقى لما هيترفع لفوق ان شاء الله ويعني نطفي عليه هنسيبه مكان وكده مش هنلمسه لحد ما يعمل يعني الوش اللي فوق دوت يعمل زي طبقة كده اللي هي يعني زي المشمع دي ينشف، وبعد كده هنسيبه يبرد خالص لما يسقع كده خالص مش يبقى حتى دافي، نحطه بقى في التلاجة اهو كده. انا هطفي عليه واسيبه بقى ان شاء الله لما يبرد هحطه في التلاجة. هنا اللبن بتاعنا قعد من بالليل للصبح في التلاجة، عايز تسيبيه اكتر من كده انتي حرة. شايفة الطبقة الخشنة اللي فوق وش اللبن دي؟ هي دي اللي انا كنت بقلب في اللبن عشان يعمل كده. انا هعمل ايه؟ هخلع اللبن، يعني هخلع الوش من الصينية اللي انا عاملة فيها بالسكينة كده من الحروف. ليه بقى؟ علشان لما اجي الم الوش ما يفضلش يتقطع مني حتت وسامبوكسات وكلام في يعني في حروف الصينية. انا عايزة الم كل كمية الوش مرة واحدة. تمام، انا كده خلعت من الحروف، هقسمه كده عشان لما اجي المه طبعا مش عارفة المه، الصينية كبيرة مش عارفة المه كله مرة واحدة، وانا مش عايزة يفضل يتقطع مني علشان القشطة ديت بيبقى جوه يعني الوش بتاعها ده غير الظهر، غير اللي جوه اللبن. اللي جوه اللبن بتبقى ناعمة كده وبتنزل منك تاني في اللبن. انا هنا هلمها بايدي. ليه بقى هلمها بايدي؟ علشان طبعا بايدك غير المعلقه، بالمعلقه هتفضلي تلمي حته حته ويفضل يسقط كل الفايده او كل القشطه في اللبن تاني، لكن كده بايدك بتبقي حاسه كل الحتت اللي هي التقيله وهتلميها كلها مره واحده.
انا كده شلت النص وهشيل النص التاني، مش هي اللبن مش هيفضل فيه ولا حتة من اللي هي جمدت ولا حتة قشطة من اللي هي جمدت دي، بعكس لما بتلميه بالمعلقة بيفضل بتاخدي حتة وتروح مسقطة قدها مرتين تاني في اللبن. بصوا ما فيش ولا حتة غير طبعا حتت بسيطة اللي على الحروف دي، ما فيش مشكلة منها، وطبعا كمية اللبن بتاعتنا قاعدة هي زي ما هي، واللبن ده هنستخدمه عادي استخدام الحليب العادي خالص. عايزة بقى انتي عايزة تعمليه زبادي انتي حرة، انا ساعات بعمل الباقي ده زبادي، بس انا لا هحطه استخدام لبن. بصوا بسم الله ما شاء الله، دول اكتر من نص كيلو قشطة. القشطة ديت ب 120 جنيه عند اللبان، دول اكتر من نص كيلو، طلعوا من 2 كيلو لبن، يعني ربع كيلو القشطة عند اللبان ب 30 جنيه، اللبن ده ب 30 جنيه. تمام، طلعنا منه اكتر من نص كيلو قشطة واللبن بتاعنا قاعد زي ما هو. بصوا ما فيش غير الحتة اللي في الحرف دهيت، لكن اللبن كله ما فيهوش حاجة. بتحطيها بقى زي كده، ادي القشطة اهيت اللي احنا طلعناها، وشايفة الخرفشة اللي انا بقولك عليها هي اللي من فوق ديت، تحطي جنبها عسل بقى ومربى وتاكليها وبألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو في اي حاجة قولولي في التعليقات. بس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من مطبخي، مطبخنا على قد الايد، نحاول نعمل الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره بقدر الامكان في البيت احسن وانضف وارخص. واشوفكم ان شاء الله على خير، ما تنسونيش باللايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك.